رياضة الكواكيدو هي رياضة سينو فيتنامية تمزج بين الكونغفو وبين البو فيتنام. الحمد لله احنا نطمح ان شاء الله ان يكون عدد كبير هذا الموسم ان شاء الله. اكيد تضافر جهود وتضافر اكيد جهود مع قطاع الشباب والرياضة، المساندة نتاعو ننتظرها ان شاء الله وتكون اكيد تأتي ثمار تاعها اذا كان المرافقة تاعهم ومرافقة الاولياء الاولاد نتاعهم ان شاء الله. وهذا شيء جميل بالطبع انه نكونوا نخبة من فئة المدارس حتى يكونوا ابطال ان شاء الله في المستقبل.